كي دابا انا دابا يعني بصراحه تالمت واحد شويه ماشي بزاف، لانه بصراحه كنت انا الميدان ديالي هو الاندلسي والاعراس والموسيقى الاندلسيه والغرناطي الى اخره والمحن. الوقت الظروف يعني شفتنا انني نحضروا في هذه المسائل الليالي بحال هكذا يعني ثقيله ورزينه وما كاينش داك التنقاز وما كاينش داك الوقوف بزاف، ولكن الضروره كتحكم عندنا. ملي مول الدار قال يقول لك اش عندي العزاء البنتي ونشط ليا الليله، سمع نشط ليا الليله باش تنشط لي الاندلسي صعيب بزاف. غدير الاندلسي دير واحد الساعه عاد ما قالها تعطيك يعني باللي كل الليله كلها بارتاجي ربع ساعه في ربع ساعه مثلا، ولكن صعيب صعيب يعني الناس داو في الشعبي بزاف وداو في الليل اللي قال لك النايضه فيهم الحمال، ولكن انا براسي بعض الكلمات في الاندلسي نسيتهم، لان كنت غير شغل مع الاعراس ديالنا والعماريات ديالنا والدورات ديالنا ما عندي ما ندير. اتجاه جابه الله وفيه رزيق ديالنا هو ان اي فنان كيكون عند راسه شي حاجه كياكل الخبز من الموسيقى ومن الاعراس ديال الناس، وهاد الناس كلهم اللي كيعيطوا عندنا وكيستدعيونا لهذ المناسبه هذو الله يكثر خيرهم الله يجزيهم بخير.